بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم التواصل هنا جاريا مع هذه الانطلاقات. يا سلام هذه الأسامي، هذه الشعارات اللي تتواجد، اللي تتواجد في القمة، في القمة في هذا الانطلاق الجميل. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس لمن شارك واللي بيشارك في الأشواط إن شاء الله التي سوف تقدم بعد لحظات. شوطنا الثاني خصص للإبكار المهجنات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيخ والطويلة، هي من تستفتح إذاعتنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميني، بينما هناك عنيدة سعيد رقم واحد جدا مش جدا رقم واحد يجي نادي الشباب. ما ادري ايش سمعت. لا علي قال جدا واحد اللي انتنا ما ما ابا علي. بينما اللي غيرت خذت المركز الأول الشاهيرية من هجنة الشباب سالم سعيد في التضمير، المركز الثاني راهية سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيع الفلاسي أيضا يقترب من الحدث ثالثا. هناك الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وهنا العفريت شيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، وأيضا محمد بن عبد الله بالدبيل. المركز الرابع عنيد سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم، وفي المركز الخامس هناك من الجانب الثاني بنقول طفرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واز. أنتقل بدوري إلى المركز السابع، هناك مخايل لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار أحمد هو في التضمير. وينما اللي في المركز الثامن، اللي في المركز الثامن شوق هزني هوا الشوق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. ها هي الأسامي اللي تتواجد هنا في هذا العالم، اللي تتواجد في 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 في, في هذه الكوكبة، ولكنها الشاهينية من تقود هذه المسيرة في طريقها إلى السلام، في طريقها إلى الناموس، في طريقها هناك إلى السلامات، إلى وين زعبيل وإلى العزبة الخاصة ند الشبا. إذا تمت الأمور على هذا الموال، هناك المركز الثاني مخايل لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار أحمد في التضمير، وصل بالرفيعة ثالثا، أيضا يحمل اسم راهية سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة. الله يا المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مضمر طفرة عبد الله بن علي بن واس عنيدة. هناك خامسا للسيد سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم. وفي المركز السادس اللي في المركز السادس هنا من تأتينا الطويلة في المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز السابع أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مضمر شوق سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثامن هناك اللي هي العفريت الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيله. ثاني نداء، النداء الثاني للمراكز العشر دعناها عليكم بالوفاء والتمام، ولكن وين اتجاهاتنا؟ وين الناموس؟ الناموس محتار، الناموس محتار، يبقى شيء من الابكار، يبقى شيء من الابكار، ولكن هجر ند الشبا، هجر ند الشبا من تسيطر على المركز الاول حتى هذه اللحظات الجميله اللي تسيطر على مقدمه هذا الشوط. ومخايل تليها بثاني المراكز، مخايل تليها بالمركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد ومختار. يا مختار وصلت عنيدة وصل ابو محمد للسيد سعيد بن محمد بن احمد ابراهيم. ثالثا اللي في المركز الرابع هناك الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميني. طفرة تأتي في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوب عبد الله بن علي بن واس. خلنا عند الاثنين يا خليل، خلنا نستمتع وياك يا خليل بين الشاهينية
وبين مخايل، الثنتين كلهن في موقع واحد، الثنتين كلهن في موقع واحد. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. علي سيطرت على المركز الأول، علي اللي سيطرت على المركز الأول الشاهينية من هجن الدشبة. سالم وسلمة يمينك يا سالم، حي هالسير والله، حي هالسير والله، سق الله دارك يا سالم بن سعيد على هذا الأداء، على هذا الأداء، على هذا البروتوكول الجميل. وسالم دائما يعرف الطريق السليم إلى خط النهاية، سالم دائما يعرف أين موقع الناموس وأين الشوط الأول سوف يذهب. سلام سلام إلى زعبيل، سلام أولا لمالك هجن الدشبة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا سالم بن سعيد على هذا الأداء، على هذا التضمير الجميل والمميز. المركز الثاني سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم المركز الثالث، هناك لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد المركز الرابع. لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ايضا خامس مراكز. 6 دقائق التوقيت، 16 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.